السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. إيه رأيكم نعمل قلب الشوكولاتة الحلو ده؟ لو عندنا معلقتين كاكاو هنعرف نعمله بأبسط مكونات، طريقة سهلة وبسيطة مش تاخد منك وقت خالص، في دقيقتين هتكوني محضرة. تعالي أقولك طريقة التحضير والمقادير على طول. ما تنسيش بس تعملي لايك وتعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. نبتدي مع المقادير وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتجيبي خلاط، كبه، اي حاجه بتخلطي فيها المكونات بترتاحي لها. يعني هنحط اول حاجه معلقتين كبار مليانين من الكاكاو. طبعا استخدمي الكاكاو فاتح او غامق حسب ما تحبي، انا استخدمت الكاكاو فاتح عشان كده ادى معايا الشوكولاته لونها فاتح زي ما شفتي. بعد كده هنحط معلقتين كبار من الحليب البودره، اي نوع حليب بودره ما فيش مشكله، وهنحط معلقتين كبار سكر بودره. يعني حطينا ثلاث معيار، يعني ثلاث معايير دول قد بعض بالظبط، معلقتين كبار من كل حاجه منهم. بعد كده بقى هنجيب سمنه وهنحط منها ثلاث معالق كبار. السمنه تكون مذابه طبعا، يعني سمنه مذابه وتكون سخنه كده او دافيه شويه، نحط منها ثلاث معالق كبار. هنخلط المكونات دي مع بعضها كويس جدا. طبعا هي المكونات عشان شويه صغيرين بنخلط من وقت للتاني ونقلب كده بالمعلقه وبعدين نرجع نخلط تاني. بعد ما اختلطت معانا المكونات كويس جدا هنبتدي ان احنا بقى نصبها في القالب اللي موجود عندنا. طبعا لو عندك قوالب اي اشكال تانية تقدري ان انت تعمليها. يعني الكمية اللي معايا دي ادت قالب واحد بس من الشوكولاتة، بس انا ضعفت الكمية عشان احصل على قلبين، وزي ما قلتلك تقدري تعملي بيها اشكال مختلفة. طبعا بيتوقف جودة الشوكولاتة وطعمها على طعم الكاكاو اللي انت مستخدماه وعلى طعم السمنة اللي انت مستخدماها. لو نوع نظيف دخلتها سبتها في التلاجة شوية بس عشان تمسك معايا. وهنا ده بقى شكلها، هطلعها واوريها لك. طبعا هي شكلها لذيذ خالص، وتقدري ان انت كمان تعملي بيها اشكال مختلفة وتزيني بيها التورت والجاتوهات. بس طبعا هي مش هتبقى نفس طعم الجاهزة، يعني هي شكل اكتر منها طعم. يعني طعمها ايوة حاجة حلوة ولذيذة وكل حاجة، بس مش نفس طعم الشوكولاتة الجاهزة، فهتبقى مناسبة اكتر معاكي لو استخدمتيها لتزيين تورت، لتزيين جاتوهات وعملتيها باشكال مختلفة. بس كده طريقتها سهلة وبسيطة، وزي ما قلتلك مش تاخد منك دقيقتين. وطعمها لذيذ، واحلى حاجة كمان ان انت حضرتيها بنفسك. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، اعملي لايك واعملي اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.